والحمد لله اننا استطعنا الفوز بهذه المقابله والمرور للدور الثاني. كنشكر الجمهور اللي جاب كثافه وساندنا طيله اطوار المقابله. المقابله ما كانتش سهله بحكم ان المنتخب الغاني تكتل اللور، وجدنا صعوبات والحمد لله بقينا مركزين واستطعنا الفوز في اخر اطوار المقابله، وهذا الشيء الحمد لله بفضل المجهودات ديال اللاعبين والمدرب وكيف ما قلت لك الجمهور اللي حفزنا وحفزنا كثير. اول حاجه الحمد لله على هذا الفوز. المقابله ما كانت سهله كيف ما شفتي، الشوط الاول سالا بخمسة ثلاثة، دخلنا ما بين الشوطين تبعنا التعليمات اللي عطانا المدرب، الحمد لله دخلنا الشوط الثاني ماركينا ثلاثه البيوت اخرين، وكيف ما شفتي رأي فرقه كتجي تلعب ضدنا كتجي مجده لينا من جميع النواحي، وان شاء الله كيف ما قلتي حتى حاجه باقا ما تحسمات، المباراه اللي جايه غتكون صعيبه ونتمنى نوجدوا لها مزيان وان شاء الله يكون على الخير وندوزوا متصدرين المجموعه ان شاء الله. اولا الحمد لله على هذا الانتصار، ربي وفقنا. كنبغي نشكر الجماهير المغربيه على الحضور ديالهم، كنبغي نشكر جميع اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها. كما شفتي المقابله كانت مقابله صعبه، استطعنا ان ما بين لاميطو ولاميطو نصحوا الاخطاء ديالنا بفضل التعليمات ديال المدرب سي هشام دقيق. الحمد لله جا الوقت دابا فاش نرتاحوا ونوجدوا المقابله ديال زامبيا. صراحه كما قلتي هي نقطه قوه اننا مرشحين في هذه المقابله واننا اقوى منتخب في هذه البطوله هذه، وكذلك كتاثر علينا شويه لان جميع المنتخبات كيوجدوا لنا كما كيقولوا الف حساب. كما كتشوف اي منتخب كنلعبوا ضده كيرجع للدفاع المنطقه اللي كيشكل واحد شويه الصعوبه علينا باش نسجلوا الاهداف، ولكن الحمد لله مع التعليمات ديال سي مدرب سي هشام دقيق اي مقابله كيسهل لنا بواحد الطريقه سهله وكنستطيعوا نسجلوا الاهداف وكنحققوا الفوز. الا الماتش دا داز بالخير، لقانا قصحه في لا ديفينس، ماشي غير غانا، اي منتخب في لا ديفينس قاصحين بزاف. فاللي عطانا هشام في لاميطا الحال خصنا نلعبوا بالزربان، نجيو نلعبوا 4-0 وعاد نحاولوا نديروا ليسباس في ديجا ميطا كنا افضل وفيزيكمون ومع عياو. ان شاء الله يا ربي نلعبوا ثالث ماتش على الدومي فينال، ماشي ساهل، ربحنا 6 نقطة وباقي ما اهلين. احسن حاجه هي نريكوبيريو يوما مزيان ونكونوا الماتش الحمد لله مزيان. فصراحة كان أهم شيء اليوم هو الانتصار. الدراري مازال ما تحروش من الضغط أمام الجمهور ديالنا، تيحاولوا يعطيو أكثر من داك الشيء اللي تنعطيوهم في التعليمات، فلذلك داروا بعض الأخطاء في الشوط الأول، وبشوية بشوية حنا تنقادينا الأمور ديالنا في الشوط الثاني. المهم خطوة بخطوة إن شاء الله، التأهيل باقي ما حسمناش لأن حسابيا باقي ما تأهلناش، فلذلك هذا الشيء اللهم يوقع علينا دابا احسن ما يوقع علينا في قبريات اللي جايه ان شاء الله. فمباراه راه عنده 3 بوان، حنا عندنا 6 بوان، الا ربحنا غيولي عنده 6 بوان، حنا فاهمين هذه المساله هذه، فلذلك غتكون انا كنظن انها كتكون افضل. اليوم الفريق ديال غانا دار غير دفاع المنطقه وخلى الدراري شويه يبداو يتسرعوا، تنظن ان المنتخب الزامبي غيبغي يلعب معنا الكره وحنا تنحبدوا ان الفرق تبغي تلعب معنا، فلذلك تنظن انها تكون مباراه افضل، لكن الحيطه والحذر كتبقى. شكرا سي هشام دقيق، الف الف مبروك بهذا الانتصار. عوده الى البلاطو.